السلام عليكم طلاب. طبعا نعيد لان ما انتبهنا على المايك كان ما مفتوح. طبعا ان شاء الله هاي راح تكون المحاضرة الاخيرة صناعة الاسنان المرحلة الثانية. ان شاء الله نكون خلال السنة وصلنا لكم الفكرة الكافية عن الـ construction of the complete denture. طبعا كل شيء يسوي الإنسان، أي شيء يصنعه يحتاج بالأخير إلى صيانة، إلى متابعة. كذلك الكومبليت دنشر، يعني كومبليت دنشر بعدين راح نحتاج إلى أما صيانة بسبب الاستخدام أو صيانة بسبب راح يصير مثلاً بفراكتشر كأكسيدنت. مثل اليوم إحنا صراحة نعتذر من عندكم، تأخرنا على المحاضرة، صار عندنا حادث بالسيارة. فمثل السيارة الكومبليت دنتشر نقدر نشبهها مثل السيارة. السيارة أما يعني بسبب الاستخدام يصير بها عطل ولازم نسوي لها صيانة، أو يصير بها أكسيدنت، زين، يعني باعتبار يصير بها فراكتشر هم نصلح. نفس الشيء الكومبليت دنتشر نفس الفكرة، يعني حبينا نوضحها. فلذلك نكرر نعتذر على التأخير. ان شاء الله تكون المحاضره اليوم راح نسويها ميكس بين الاربيك والانجليش، يعني على مود يعني هي المحاضره الاخيره. زين، فنجي للمصطلحات. شنو نقصد بالريلايننج؟ طبعا بالنسبه للريلايننج مثل ما قلنا خلال الاستخدام مرور الوقت راح يصير اكو تشينج بالريزيجوال ريدج، راح يصير مثلا بالريزوربشن، هو بالفاونديشن تيشو، بالسبورتنج تيشو راح يصير بها شنو؟ راح يصير بها اما ريزوبشن، يصير بها تشينج. فهنا الادابتيشن بالتوين الدنتشر والفاونديشن تشو راح يصير بور، راح يصير موفت. فش نحتاج؟ نحتاج نسوي نيو ماتيريال، يعني نسوي ريسيرفيس فور اديشن اوف ذا نيو اكريليك، زين، بالامبريشن سيرفيس او تشو سيرفيس، على مود ان هذا الجاب وهذا السبيسينج صار على مود نقدر نملي. فهاي العمليه اذا كانت محدده فقط للانر سيرفيس اوف ذا كومبليت دنتشر احنا نسميها ريلايننج. بينما اذا العمليه يعني التشينج مال التشو صار مور تشينج فور ذا تشو، يعني التشينج مالتنا صار كلش هوايه، فهنا ايش راح نحتاج؟ هنا نحتاج عمليه يسموها ريبيسينج. زين، بالنسبه للريبيسينج شلون راح تصير؟ ريبيسينج هي من اسمها ريبيسينج، الدنشر بيس كلها راح نغيرها، راح نغير الدنشر بيس كلها، نبقي فقط شنو؟ نبقي فقط الارتفيشال تيث. طبعا راح نبقي فقط من الدنشر بيس تقريبا، يعني هاي الصوره شويه بيها رونج، من الدنشر بيس تقريبا راح نبقي اراوند ذا ارتفيشال تيث اراوند 3 ملم، يعني هنا لهنا تنتهي، ماكو فلانج لهنا تنتهي. فهنا الريبيسينج الدنشر بيس كلها راح نسويها رينيو. طبعا احنا شو وقت نسوي يعني شو وقت نسوي عمليه الريلايننج او الريبيسينج؟ طبعا بصوره عامه كل ما يكون التشينج مال التشو مينيمال اور مودريت احنا نتجه الى الريلايننج. يعني اذا تشوفون يعني اول شيء اسهل، يعني شلون يعني واحد السيكونس مال التريتمنت تكون بالتسلسل، يعني ما ينتقل راسا للاصعب، زين. فاذا تعدك التشينج للتشو مينيمال اور مودريت فاحنا نسوي ريلايننج. بينما اذا تشينج مالتنا مودريت او سيفير فش نحتاج؟ نحتاج لا ريبيسينج، البيس اوف كومبليت دنتشر كلها نغيرها. شنو هاي الحالات لازم نسوي بها؟ مثل ما قلنا بما انه احنا الادابتيشن صار اكو سبيسينج وتشينج بالتشو، فش راح على من ياثر؟ اول شيء راح ياثر لنا على الريتينشن والستابيليتي. ليش راح شلون ياثر؟ على اذا تتذكرون احنا الريتينشن البرنسبل مالته يعتمد على شنو؟ على البوردر سيل. فاي جاب يصير راح يروح السيل، راح يروح الريتينشن. فبما انه احنا صار شنو؟ صار عندنا هنا ريزوبشن وصار سبيس بينها وبين الدنتشر، فهنا افكت على الريتينشن. كذلك هذا السبيس راح ياثر لنا على الستابيليتي. طبعا بما انه احنا صار ريزوبشن، زين، فهنا راح يصير ريديوس بالريج بالفيرتيكال هايت، فاذا راح ياثر لنا على الفيرتيكال دايمنشن، زين. بعد على اليمين على السبورت والهوريزونتال شيفت قلنا اكو سبيس راح يصير في الدنشر، راح يصير بي موفمنت. طبعا هنا
الملاحظة المهمة، احنا بنقول incorrect closure relation، يعني ال closure relation incorrect مو من البداية، يعني أنا مو مسوي من البداية denture be a closal error، أنا أريد أعالجه بمن بالريلاينينج أو ريبيسينج، هذا خطأ. أنت إذا عندك error بالأكلوجين هذا not indicated for relining or rebasing، لا إحنا نسوي يعني هذا الأكلوزال error صار بسبب شنو؟ صار shift بالدنشر بيس. ليش؟ لأن موفت فقاعد يصير بيها movement فصار error بال بالأكلوزال relationship، بينما إذا لا هو من البداية بإرار بالأكلوزال relationship هذا not indicated for relining or rebasing. بالمبدئين اكيد راح ياثر لنا بما هي بما انه الدنتشر بيس يعني هي هولد ذا ارتفيشال تيث، فاي موفمنت بيها زين راح يسوينا ري اورينتيشن للاكلوزر بلين. زين وات ار ذا كونتر انديكيشن فور ريلاينينج اور ريبيسينج، يعني شو وقت ما نستخدمها؟ اول شيء مثل ما تشوفون يعني احنا قاعد نسوي اديشن للماتيريال زين، فإذا عندنا reduce بالvertical dimension فراح يفيدنا حتى نعالج reduce بالvertical dimension، بس إذا عندنا increase ما راح يفيدنا لأن هو إحنا عندنا increase عندنا problem زين، فهنا أنا ما راح نقدر نستغل relining or rebasing. إذا هو poor aesthetic يعني أنت complete denture هنا قاعد نسوي له شنو repair، يعني قاعد نسوي له صيانة، فهو إذا aesthetic not acceptable يعني أنت سوي new one، سوي new one خاصة إذا بالarrangement of the teeth مشكلة بالأكلوجين مثل ما ذكرنا زين، إذا الجو ريليشن يعني مسوي error بالregistration مع الجو ريليشن ما نقدر نسوي له relining or rebasing. severe resorption يعني طبعا اكو limit، يعني مثل ما ضربنا مثال السيارة يعني انت مو كان مثل السيارة تبقى تصرف عليها وما راح ترجع جديدة، خو تشتري لك سيارة جديدة وتمشي بها، يعني اكو توصل مرحلة راح يصير يعني شلون البالانس يسوي بالانس between repair و between a renew denture، فإذا البالانس ماتك اتجه باتجاه repair سوي repair، إذا البالانس ماتك اتجه باتجاه new denture سوي new denture زين، أو عندنا severe osseous undercut أو هو بما أنه اكو مشكلة بالتيث يعني راح يسوينا problem بالspeech، فكذلك هما تيما نسوي relining أو repair أو بالTMG، هاي كلها لازم نسوي شنو solution another solution اللي هو نسوي renew denture، يعني نسوي new denture جديد. طبعا أكو two procedure for relining، أما direct يعني inside patient mouth هاي وين نسويها at the clinic يسموها chair side، or indirect نحتاج اللاب يعني بالبداية بالكلينيك بعدين ننتقل لازم نحتاج اللاب. بالنسبة للprocedure for the direct relining أول فقرة زين، هسا إحنا حاليا بالكلينيك والpatient يمنا اجانا يريد شفنا تشيكنا بين يحتاج له شنو، يحتاج للريلاينينج. اول شيء لازم اسوي ريدكشن، لازم اعطي سبيس للماتيريال، يعني هو صح صاير بي تشينج بس التشينج مالته شنو ماينر تشينج، يعني جزء بالاجزاء الملي، بس انا لازم اسوي ثيكنس للنيو ماتيريال حتى تتحمل اللود على الاقل فت شنو 1 الى 2 ملي، فانا لازم اسوي ريدكشن، فاسوي ريدكشن من الانر سيرفيس وطبعا اسوي من الفلانج، طبعا الريدكشن من الفلانج راح يكون شقد راح يكون 2 ملي، طبعا نفس فكرة كأنه أنا كملخص كأنه أنا راح استخدم الدنشر أخذ بي إمبرشن كأنه يعني هذا الشيء، فلذلك إذا تذكرون بالسبيشال تريش يحتاج أنا ريدكشن 2 ملي على مود أسوي البوردر مولدينج زين. وراها طبعا من البولس سيرفيس زين والأوتر سيرفيس الارتفيشال تيث أنا شو أسوي؟ أخليه سبريتنج ميديوم زين، لأن أنا راح أضيف أكريليك حتى الأكريليك ما يصير بي ادهيجن ويا الاوتر سيرفيس، بالمقابل انا اخلي ادهيجن بالانر سيرفيس زين. الادهيجن مالتنا عباره عن شنو؟ طبعا اذا كولد كيور اكريليك يعتبر مونيمر طبعا بما ننسوي الكيورنج، اما كولد كيور اكريليك او اكو تيشو كونديشنر او اكو سوفت لاينر زين، هذا يحتاج شنو ادهيجن، احنا راح نخليه بالانر سيرفيس. طبعا ورا ما كملنا راح نخلي نسوي ميكسين، مثلا اذا استخدمنا الكولد كيور اكريليك راح نخلي شنو بالانر سيرفيس اوف ذا دنتشر. وطبعا الملاحظه احنا اذا نريد نسوي ريلاينينج مثلا اذا ابر اند لور بالبدايه لازم نسوي يعني الترمينج مالتنا فقط اونلي ليميتد فور اونلي وان دنتشر، يعني ابر او لور، مثلا بالبدايه نسوي الابر زين، من نكمل يلا نسوي اللور. ليش؟ على مود انا حتى من اخلي الماتيريال اخليه انسايد بيشنت ماوث
اعطي انستراكشن للبيشنت يسوي بايت حتى احافظ على الاكلوزن. انا يعني انا ذني الارتفيشال تيث نفسها راح تبقى، فانا لازم يعني انت اذا سويت الابر واحد واللور واحد بعد الريليشن بتوين الابر عند اللور راح تختلف، فانا اريد نفس الوقت احافظ على الريليشن. فشلون راح احافظ على الريليشن؟ اعطي انستراكشن للبيشنت من يسوي من اخليها انسايد بيشنت ماوث، انا الاذر دنتشر انا بعدني ما مسوي لاي شيء، واعطي انستراكشن بايت ان سنتريك اوكلوجن حتى اقدر احافظ على الريليشن بين ابر اند لور. ورا ما اكمل طبعا راح تعرفون راح يصير اكسس، يعني هاي بالبوردر راح اكيد راح يصير اكسس. انت يعني دائما تخلي ماتيريال دائما احنا نقول اوفر نوت اندر، فاحنا راح نسوي مثل ما اخذنا بالمحاضره السابقه تقريبا نفس الفكره، راح نسوي فينيشينج اند بولشينج. هسه هنا اذا تشوفون هذا الدنشر هذا تقريبا مسوي، لان الكولد كيور اكريليك شبيه الكالر مات مو مثل الهيت كيور اكريليك زين. راح يختلف طبعا. احنا شنو طبعا اذا تشوفون الادفانتج الاكثر ادفانتج بين انا فيزيت وحده والبيشنت يمي، يعني جاست وان فيزيت وتشير سايد انا كملت البروسيجر مالتي. بس شنو ديس ادفانتج اوف يوزينج الكولد كيور اكريليك؟ طبعا هاي الماتيريال اذا اشتغلتوا بيها اذا تعرفون اذا تذكرون التايب اوف ريكشن هو شبيه اكزوثيرميك، فراح يسوي لنا بيرنينج للتشو زين، راح يسوي لنا بيرنينج للتشو. اضافه الميكانيكال بروبرتيز راح تكون انفيرير للهيت كيور اكريليك طبعا ببوروسيتي، فهاي البوروسيتي ايش راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا كلر ديسكولوريشن، راح يسوي لنا سايد فور فود اكيوميليشن، فطبعا راح تكون انهايجينيك زين. فلذلك هذا بسبب هاي الديس ادفانتج هذا يعتبر تمبرري سوليوشن، يعني انت هاي يعتبر حل مؤقت. الافضل هو الاندايركت ريلايننج اللي احنا راح شو نسوي؟ راح ننزل لللاب. طبعا بالبدايه هي نفس الفكره، هم نسوي ريدكشن من الانر سيرفيس ومن الفلانج، بس الفرق هنا شنو؟ مكان ما راح نخلي الريلايننج ماتيريال راح ناخذ امبريشن زين. مثلا انتم بالمرحله الثانيه تعرفون الزنك اوكسايد، ناخذ بالزنك اوكسايد، طبعا مو زنك اوكسايد هاي سيليكون، نقدر بالسيليكون نقدر بالزنك اوكسايد، المهم ناخذ امبريشن. نعتبر الدنشر الكومبليت دنشر نعتبره شنو؟ سبيشال تري. وارا ما ناخذ الامبرشن اكيد ايش راح نسوي؟ راح نسوي لها بورنج. هنا من كملنا البورنج ما نفتح من نفتحها، تتذكرون عمليه البروسيسنج عمليه الفلاسكينج من فصلنا الابر اند لور، هذا راح نعتبره شنو؟ راح ماستر كاست ويا الدنتشر بيس والارتفيشال تيث. فهنا ما راح نفصل راسا مباشره، وين نخليه؟ راح نخليه بالفلاسك زين. هنا شفتوا الفرق؟ الفرق ليش وديناه بالفلاسك؟ حتى نستخدم ممكن من نستخدم كولد كيور اكريليك، حتى نستخدم هيت كيور اكريليك، حتى يكون السوليوشن مالتنا بيرمننت اوكي. فبالبدايه راح نخليه بالفلاسك ونكمل عمليه الفلاسكينج البروسيسنج كلها مثل ما وضحناها بمحاضره البروسيسنج اوف ذا كومبليت دنتشر، راح نحصل على رينيو كومبليت دنتشر. طبعا البروسيجر اوف ريبيسنج البروسيجر اوف ذا ريبيسنج ما تختلف ذاك الاختلاف عن الريلايننج بالبداية، يعني خطوات الكلينيك. الاختلاف وين راح يكون؟ الاختلاف راح يكون من نريد تعرفون البيس كلها راح نوخرها، فما راح نقدر نريد الطريقة نحافظ عليها على الكلوزر ريليشن. فشون نحافظ على الكلوزر ريليشن؟ أما استخدم اللي يسموه الهوبر دوبليكيتر ديفايس، أو استخدم أرتكليتر ويا ماونتينج جيك. فش راح أسوي؟ راح يصب اكو بلاستر، هذا بلاستر، هذا الشيء يسموه بلاستر اندكس، حتى شنو؟ ياخذ لي الامبرشن اوف ايدنتيشن اوف ذا توث، يعني هاي الطبعات مال الاسنان راح وين راح يصير؟ راح يصير بالبلاستر اندكس. هاي راح يحافظ لي على الريليشن بتوين التيث وبتوين الماستر كاست او الدنتشر بيس اوكي. هسه ورا ما سوينا هاي اول عمليه حفظنا الريليشن، نجي نسوي تريمينج، نجي نسوي تريمينج للبيس كلها، باقي شنو؟ بس الارتفيشال تيث وتقريبا 2 to 3 مليم اوف دنتشر بيس اراوند ارتفيشال تيث. هاي راح نحصلها. اذا تشوفون هاي الايدنتيشن انا حصلتها، حتى اقدر ارجع الاسنان من جديد لنفس البوزيشن، هم احافظ على الفيرتيكال ريليشن، هم احافظ على السنتريك اوكلوجن ريليشن.
وراها اسوي كانه انا شنو اسوي عمليه الواكس اب. يعني هذا الدنشر كله اخليه عباره يعني الدنشر بيس راح اسويها من واكس، هاي مو الارتفيشال تيث، قاعدتي على البلاستر اندكس اسوي واكسنج. زين اسوي واكسنج بالبلاستر وانا بهاي النتيجه راح هنا اذا تلاحظون هسه هذا بالدنشر هاي عباره هذا واكس، هذا كله واكس، هذا كله واكس. نفس الشيء راح هسه حاليا راح اوخره من الهوبر دوبليكيتر او اوخره من الارتكليتر وانزله فلاسكينج على مود شنو اقدر استخدم الهيتيكيور اكريليك. شنو الديس ادفانتج مال الهيتيكيور اكريليك؟ صح هي بيها كوم ادفانتج وذا سيم ماتير. الادفانتج انا راح اعرض الدنشر بيس الريمننت هنا زين راح اعرضه الى هيت، فاحتمال راح يصير بيها ووربج اوف ذا دنشر. هاي فقط الاونلي ديس ادفانتج اذا نستخدم الهيتيكيور اكريليك. طبعا هسه ننتقل، قلنا مثل ما ضربنا مثال، مثل ما ضربنا مثال قلنا اما خلال الاستخدام تستهلك ونحتاج الى ريبير، او راح يصير مثلا اكسيدنت قلنا مثل السياره من يصير بيها اكسيدنت زين لازم يعني يصير بيها اكسيدنت لازم هم نصلح. نفس الشيء كومبليت دنشر راح يصير بيه فراكتشر، اما كذلك انترو اورلي ديورينج فانكشن زين، يعني ديورينج فانكشن عندنا الاكلوجين لود، يعني اللود مال الاكلوجين هم يسوي لنا فراكتشر. طبعا اكو سيتويشن خاصه يصير بيه فراكتشر بسبب الاكلوجين لود، او لا اكسترا اورلي اكسيدنتلي وان البيشنت دروبينج الدنشر اون ذا هارت سيرفيس. زين هسه هنا بالنسبه للكوزز بصوره عامه اذا بالنسبه للفانكشن، اما اذا بورفيتنج فتخيل اذا هو بورفيتنج والدنشر بي موبيلتي وقاع يصير عليه اكلوجين لود يسوي شنو يسوي لنا فراكتشر، او lack of balance occlusion همات يعني راح يصير فورس على سايد واحد هم يسوي لنا فراكتشر، او الفاتيك اوف ماتيريال يعني ماتيريال صارت اولد يعني فتتعرض الى فراكتشر، او دروبينج اوف ذا دنشر اند باد هاندلنج بسبب البيشنت. التايب اوف كومبليت دنشر فراكتشر زين الكومبليت دنشر فراكتشر، اما انا عندي all broken part are available يعني كل الاجزاء مال الكومبليت دنشر صار بها فراكتشر متوفره، or replacement of broken or missing tooth يعني انا عندي الفراكتشر وين بالارتفيشال تيث، or missing labial or lingual bone يعني الفراكتشر هنا عندي missing part زين مو complete part. هسه اذا complete part انا شو اسوي؟ اول خطوه اسوي reassembly زين reassembly for the fracture part، اسوي الفيكسيشن مالتها بستيكي واكس زين، وراها راح اسوي سبورت اما وود ستيك او مرات نستخدم اولد بير هاي على مود اثبتها، وراها اسوي بلوك للاندركات اني اندركات يعني لان هنا راح اصبه بستون حتى اقدر بعدين اوخره اسوي ريموفينج للدنشر فروم ذا كاست، فلازم بالبدايه قبل ما اصبه بالبلاستر او بستون شو اسوي الاندركات يعني لازم اسوي لها بلوك مثلا بمن اسويها بالواكس حتى اقدر بعدين افتحها. نجي هسه شو نسوي؟ اول شيء اللاين مال الفراكتشر راح اسوي الوث مالته اعرض اسوي له تريمينج على مود يصير 8 حتى نخلي النيو ماتيريال حتى تكون ثيك كافيه حتى ريزيستنس للفراكتشر زين، اسوي بوفلينج فقط اونلي طبعا all the work only on the bone surface الامبرشن سيرفيس لازم ما نوصل يمن لان ذاك يعني حتى ما نغيره، فنسوي بوفل هاي بوفلينج اذا شوفوا هذا بوفلينج على البول سيرفيس، اسوي ريتينتيف جروف هذا ريتينتيف جروف حتى النيو ماتيريال حتى يصير بيها ريتينشن، واسوي اديشن طبعا هنا الكوركشن صار بيمن الكوركشن صار بالكولد كيور اكريليك. طبعا اغلب الكوركشن خاصة يعني اما بالكولد كيور اكريليك او اكو حاليا ماتيريال جديدة هي اللايت كيور اكريليك زين هماتين نستخدم الجسم نقدر نسويه بالهيت كيور نقدر نسويه، بس شنو ديس ادفانتج اذا شفتوا بالريبيسينج تقريبا ما باقي دنشر بيس كلها شلناها فسويناها بالجسم بس هنا يعني اغلبها بدنشر بيس، فهاي راح تتعرض الى هيت فراح يصير بيها شنو ووربج وراح يصير بيها مشاكل. اما replacement for broken or missing tooth زين انا صار عندي fracture or missing tooth زين، فهنا شنو العمليه؟ اول فقره
زين اول فقره انا شو اسوي؟ اسوي ريموفنج اذا فراكتشر فاني اسوي ريموفنج للتوث بحيث ابقي هذا السوكت كل الورك ماتي فروم ذا لينجوال سايد حتى احافظ على الليبيال الليبيال ما حتى ما غيره كل الورك ماتي من اللينجوال سايد اول شيء براون بير بعدين شارب هوت واكس نايف اسوي له ريموفنج للتوث اسوي سيلكشن فور ذا سيم شيد اون ذا سايز فور ارتفيشال تيث اسوي له فيكسيشن بالستيكي واكس بعدين اسوي له بلاستر اندكس هذا بلاستر اندكس راح يساعدني حتى اقدر اسوي ذا سيم بوزيشن يحافظ لي على السيم البوزيشن من اني اخلي شنو الماتيريال مالتي اللي هي كولد كيور اكريليك زين ريبيرنج اوف ذا كومبليت دنتشر وذ ذا ميسنج بارت سواء ليبيال او لينجوال بارت اذا الميسنج بارت سمول فاني ايش راح اسوي راح اصلحه بالستيكي تريسنج كومباوند اسوي له بوردر مولدينج زين وبعدين اهم اصبها وبعدين اسوي له ريبير سواء بكولد او هيت كيور اكريليك بينما اذا الميسنج بارت لارج انا هنا لازم اسوي امبريشن اخلي الدنتشر انسايد بيشنت ماوث وتيك امبريشن ثانكس فور يور ليسنينج نتمنى لكم طلاب ان شاء الله تكون هاي السنه يعني استفادتوا من محاضرات الكومبليت دنتشر وعرفتوا شلون نسوي له فابريكيشن وبالاخير اليوم عرفتوا شلون راح نسوي له ريبير ونتمنى لكم كل الموفقيه والنجاح هسه حاليا راح نشوف اذا عندكم اي سؤال